المكونات هن حبتين من البطاطا، بصلة حجم وسط، 3 بيضات، ملعقتين من الزيت النباتي، وجبنة الموتزاريلا المبروشة بهالطريقة، والمقلاية يلي رح نعمل فيها وصفتنا. بعد ما تكون حمت المقلاية يلي عنا، بضيف عليها 2 ملعقة من الزيت النباتي، وبضيف عليها البطاطا يلي قطعتها مربعات بهالشكل، حنزلها على الزيت الحامي. وبحركها شوي، بتركها على نار هادية لتستوي، ما بتاخد وقت كتير. وقبل ما تستوي البطاطا على الآخر، بتكون استوت يعني نص استواء، بكون أنا مقطعة البصل بهالطريقة ناعم نوعا ما، وبضيفه على البطاطا. أنا حضيف البصل من بعد ما أكون قليت البطاطا شوي، لأنه البطاطا بتاخد وقتها تستوي، لوقتها تحترق البصلة عندي، مشان هيك حطيت البصل بعدين. وبحركهم مع بعض شوي، وبستنى عليهم شوي لبين ما كانت احمرت. لبين ما كانت احمرت البطاطا عندي، أنا جهزت البيض، بضيف عليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة ملح حسب الرغبة. بخفيهم باستخدام شوكة كتير منيح. بهالأثناء بتكون البطاطا بلشت تحمر عندي، حضيف عليها خليط البيض يلي عملناه بهالشكل هيدا، وبرش عليها بنفس الوقت جبنة الموتزاريلا. كمية الجبنة انتو تحكموا فيها، فيكن تزيدوا وتقللوا. هيدي جبنة لأنه كانت مفرزة عندي، هلا بتدوب لحالها. هلا بخلي النار على أوطى درجة ممكنة، وبتركها على مهلها تتستوي. أنا عندي هيدي المقلاية ما إلها غطا عندي، حطيت لها هيدا الصحن تيغطيها مظبوط ويحبس البخار بقلبها وتستوي على مهلها. هلا بعد مرور أقل من 5 دقايق حأرفع الغطا تشوفها إذا استوت. حبلش حرك بواسطة العود الخشبي. شوفوا أحبائي الجبنة كيف سايحة، شي بشاهي. أنا اخترت لكم هالوصفة بالتحديد لأنه كتير مغذية ومكوناتها بكل بيت، يعني مش صعبة على أي حدا فيكم يعملها ويتلذذ بمذاقها. حأنطر عليها لسه شوي. هلا أنا حأرجع رد الغطاء أو صحن الإزاز وأقلبها. أنا ما قلبتها أحبائي، سكبتها مثل ما هي بالصحن تا ما خرب شكل الجبنة، حسيت إنه هيك أحلى. شوفوا الجبنة كيف سايحة، شوفوا كيف، يعني عن جد وصفة رائعة رائعة بكل معنى الكلمة. شوفوا كيف، أنا حأتدوقها وأعطيكم رأيي. يعني شو بدي احكي لكم، عن جد شيء رائع رائع بكل معنى الكلمه. بنصحكم تجربوها، وبيتقدم حدا البندوره المقطعه شرائح. وريتوا صحه وهنا، وان شاء الله تعجبكم الحلقه، واللي عجبه ما ينسى يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب تيوصلكم كل فيديوهاتي. طبعا شغله اخيره بدي اقول لكم اياها، انه هاي الاكله ما بتتاكل بالشوكه، بتتاكل بالخبزه، الخبز العربي او اي خبز انتو بتفضلوا. واكيد في كتار منكم حيسألوني اذا فيهم يستخدموا نوع جبنة غير الموتزاريلا. طبعا فيكم تستعملوا جبنة تشيدر او جبنة المثلثات او اي جبنة انتو بتفضلوها او عندكم اياها بالبيت. وفعلا فعلا هالاكل كتير مغذية، وبتطول الواحد تيجوع من بعد ما ياكلها، يعني كتير بتناسب يلي عاملين او متبعين نمط غذائي معين، أو يلي عم يعملوا ريجيم. وإن شاء الله بشوفكم بالحلقة الجاية. باي.